كورال صوت مصر، طبعا برحب بيهم ما شاء الله يعني، وبرحب كمان بالأستاذة زينب إبراهيم مدير ومايسترو كورال مصر. أهلا أهلا وسهلا بيكي بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك. وكل سنة وإحنا طيبين. كل سنة وإنتوا طيبين يا شباب بمناسبة احتفالاتنا بذكرى انتصار أكتوبر. أستاذة زينب، كلميني كده شوية عن الكورال، العدد وساعات التدريب، بتعملوا إيه؟ احنا عددنا تقريبا 40 فرد. ما شاء الله. ساعات التدريب بالنسبة لنا يعني احنا تقريبا بنتمرن مرتين في الأسبوع في الطبيعي بتاعنا، بس لما بيكون في عندنا حفلات بنضطر طبعا ان احنا نضغط شوية، فبيبقى مثلا 5 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع، تمام. فبيتنقل بقى تقريبا البيت عندهم بيتنقل عندنا احنا، فهوم ورك بقى ومذاكرة وغنى بيذاكروا وكل عندكم في حاجة بتتعمل معانا. طيب تمام. طب اختيار الأطفال بيتم يعني على أساس احنا إيه؟ كل شهرين بننزل اعلان ان احنا عايزين اصوات اطفال. احنا الاول بدينا ب 34 طفل، دلوقتي بقينا 40. اوكي. يعني بعد كل حفله تقريبا بنعملها بنختار اطفال نديهم فرص يكونوا ما نعرفهمش، فبنعمل اعلان وبنعمل تيست للبنات والولاد دول. تمام. وبتختاريهم بقى حضرتك ولا معاكي لجنه؟ بختارهم. وكمان احنا الفتره اللي فاتت رفعنا سن شوية الاختبارات، هو كانوا المفروض ان هو من 12 سنة، عندنا 17 وعندنا كويس قوي. 25. يعني اصوات احنا مختلفه رفعنا بقى شباب، تمام. واكيد الناس بقى يبقوا بينضموا بقى كلهم بعض عيلة كده مع بعض. تمام ما شاء الله. طيب هتسمعونا ايه بقى يا شباب؟ ممكن هيسمعونا ايه؟ ميدلي الوطني، في كوكتيل كتير اغاني كتيرة قديمة وجديدة، فممكن طيب يلا بينا. اتفضل. كان شايل سلاحه من اللي عايشين وسطنا ومن اللي راحوا، كل اللي ضحى وادى للبلد دي روحه، العظيم سلام يا مخلصين. مين ينسى سينا لما رجع تاني لينا، وعلم بلدنا لما رفرف بين ايدينا، فاجئنا كل الدنيا يومها واتبقينا بالانتصار. بنفس روح النصر في أكتوبر ندي بلدنا والعطايا احلى، كمان دماءنا يعلى في قلوبنا، بنشوفها حلوة وكل يوم أحلى، وإنت ابننا عشانك انت تحدى اي مستحيل، يا بلدي فاكر مش نسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك تستاهل ياللي وقفت جنبي في كل خير. عشانك انت تحدى اي مستحيل، يا بلدي فاكر مش نسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك تستاهل ياللي وقفت جنبي في كل خير.
شربتش من الهم، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها، ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها ولا ليك صورة يعني ما شاء الله مجهود صوتكم حلو قوي ومنظمين جدا، ومجهودك يا استاذه زينب باين جدا في التدريب وفي التنظيم. يعني بتختاروا الاغاني بقى بناء على ايه؟ يعني مين اللي بيختار اصلا الاغاني؟ انت؟ هم بس الفكره ان احنا بنختار على حسب الامكانيات الصوت اللي عندنا. هم ما شاء الله في منهم كلهم صوتهم حلو، كمان عندنا كمان في صلوات حلوه، بس احنا كان عندنا حفله امبارح فكلنا تعبانين والمرهقين معلش. هم كلهم الاغاني بنختارها بقى على اساس الاصوات، على حسب المناسبات كمان طبعا. يعني طب قولي لي انتوا الاول خالص او التجهيز لاول حفله بتضيعي عند الولاد رهبة المسرح ازاي؟ انا عارفة ان الستيج ليه رهبة، وعند الاطفال اكيد هيكون هو طبعا، بس يعني انا عندي الاطفال في مجموعة من المدارس الكتير يكاد تقريبا كلهم عندهم في المدارس بتاعتهم ستيج وبيقفوا عليها، ما عندهمش مشكلة في الستيج يعني الى حد ما، بس هو بس طبعا بس ما يقفوا بقى جنب بعض ويغنوا ويبقى في مسؤولية طبعا. يعني الموسيقى اختلفت دلوقتي عن زمان، يعني انا تقريبا بحب، يعني انا السبب ان انا اجمع الاطفال دي ان انا بعمل لهم اللي ما عرفتش اعمله لنفسي. كان زمان ما كانش فيه اهتمام بالموسيقى قوي، يعني الى حد ما اوكي كنت بشترك في موسيقى وكل حاجه، بس ما كانش عندي الفرص اللي هم عندهم. فانت بتحاولي فانا بعمل اللي انا عايزه اعمله في كنت فيا فبعمله فيهم. صحيح. بس بتختاري بقى الاغاني بناء على اذا كانت مناسبه مثلا وطنيه او مناسبه دينيه. بالظبط. بتشرحي بقى للولاد معنى طبعا الاغاني؟ طبعا هم عارفين ان هم داخلين على انصارات اكتوبر، وعندنا الاغنيه بتاعتنا اللي هي اغنيتنا الجديده دي، هي لسه نازله اول يوم تنزل تتسمع امبارح، هي ام الشهيد. ودي اغنيه كورال فريق صوت مصر خاصه بيهم، وهي كلمات الشاعرة الجميله نشوى فؤاد والملحن والموزع ابراهيم احمد. اغنيه معموله لانتصارات اكتوبر. فدي اللي عاملينها مخصوص عشان هي مخصوص احتفالات اكتوبر. بالظبط كده. طب زينب قولي لي انتوا دلوقتي، يعني انا عايزه افهم، انت عايزه تعملي بالكورال، يعني تنشري فكره كورال مصر لحد فين او صوت مصر لحد فين؟ هي بس الفكره بتاعت كورال مصر مختلفه شويه. هو انا بالنسبه لي الكورال، هو انا مش عايزه اطلع كورال تقليدي. انا معايا ناس يعني لو هم حابين بيعملوا حاجه وانا شايفه ان الحاجه دي حلوه، هي ليه ما تطلعش؟ بتاخدي رايهم بقى وبتساليهم؟ طبعا طبعا. انا عندي لو في حد مثلا قال الاغنيه دي لا، او احنا عندنا اولاد بس هم للاسف مش معانا. احنا امبارح مثلا غنينا الاغنيه بتاعت الجيل الصاعد الله لاوبريت كامل،
وبعدين ولاد عندي شويه بيحبوا البيت بوكس والرابينج والحاجات دي، دي بقى مواهب. فقلبوا الاغنيه خالص، الجيل الصاعد دي يعني احنا بعد ما غنيناها غنيناها بقى بالعصر الجديد بيغني ازاي. انتوا بتطوروا فتلعبت بقى. بقى وهم اللي عملوا ده كله هم. ما انا شاء الله. بصراحه هم قالوا لي احنا عاملين ده ينفع يلا. بتدي لهم مساحات طبعا اطلعوا، ده ما هو صح وانت هتقدر تثبت موهبتك. لا زينب انا سعيده وفخوره بيكي جدا، ميرسي، كل ربنا سنه وانت طيبه، وتحياتنا لبقيه اعضاء فرقه كورال مصر. معلش انتوا كان عندكم حفله ومرهقين ويعني موفقين، بس هستناكم بعد كده يعني في حلقات تانية. ان شاء الله. استاذه زينب ابراهيم مدير ومايسترو كورال مصر، شكرا ميرسي ليكي، جدا ليك. وشكرا للولاد اللي هيسمعونا دلوقتي بقى الاغنيه الجديده ام الشهيد. تحيه ليكم، وصوتكم حلو قوي قوي وموفقين، ويا رب يا رب تبقوا أعظم كورال في الوطن العربي وفي الدنيا كلها إن شاء الله. مشاهدينا هنختم بأغنية أم الشهيد، وتحية لكل أم شهيد ووالد شهيد وكل أسر شهدائنا، سواء من أول حرب أكتوبر وما قبلها لغاية اليوم اللي احنا قاعدين فيه. تحية ليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين ومنصورين وناصرين مصر دايما يا رب إن شاء الله. وتحيا مصر.